بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، سلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من حوار اليوم الذي نناقش فيه برنامج الجينوم المصري، وهو أكبر برنامج بحثي تتبناه الوزارة في تاريخها ممثلة في أكاديمية البحث العلمي. سوف يكون حجر الأساس للطب الشخصي والدقيق ومحور الأبحاث في المجال الطبي خلال العقد القادم. الخطة التنفيذية للمشروع التي أعلنتها أكاديمية البحث العلمي توضح أن المشروع سيتم تنفيذه على 5 سنوات 2020-2025 بتمويل مبدئي 1 مليار جنيه. سيشارك في التنفيذ أكثر من 15 جهة مصرية من جامعات ومراكز أبحاث ومؤسسات مجتمع مدني. ستكون جهة البحث الرئيسية هي مركز الطب التجديدي والخلايا الجذعية، وأن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذا المشروع القومي. يعد التصديق واستقاء التعاقدات اللازمة واتفاقيات الشراكة بين التحالف الوطني الذي سيشارك في هذا التنفيذ هو حجر الأساس. حول هذا الموضوع يشرفنا بالحضور الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي. دكتور محمد، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، منورنا في حوار اليوم. كل سنة وحضرتك طيب وانت صح السلامة، وأهلا بكل السادة المشاهدين وأهلا بقناة النيل. أهلا وسهلا. اسمح لنا نبدأ بتقرير ثم نعود لنا بقى النقاش. مما لا شك فيه أننا نشهد في هذه الآونة ثورة علمية هائلة في جميع المجالات، تتمثل في اكتشاف وإماطة اللثام عن العديد من الحقائق العلمية في نواحي العلوم المختلفة كالطب والهندسة والفيزياء والجيولوجيا والبيولوجيا في المجالات الحديثة مثل النانوتكنولوجي والليزر والتكنولوجيا الحيوية. ومن خلال هذا التقدم الهائل في العلوم أصبح الإنسان قادرا على مواجهة العديد من المشاكل مثل اكتشاف الأمراض وتشخيصها مبكرا، ما يؤدي إلى وصف العلاج المناسب في الوقت المناسب. الجينوم البشري هو كامل المادة الوراثية للإنسان والمكونة من الحمض الريبي النووي منزوع الأكسجين والذي يعرف اختصارا باسم DNA. مشروع الجينوم المصري المرجعي الذي تعده أكاديمية البحث العلمي أهم ملامحه أنه تمت الدراسة على 110 من المصريين من مختلف المناطق الجغرافية بمصر للتأكد من أن هذا البحث على مجموعة من المتطوعين تعكس طبيعة المجتمع المصري ككل، وهذه الأعداد ليست بالكبيرة ولكنها تعتبر بداية فقط. ومن أهم مميزات ومخرجات الدراسة وجد أن أغلب المصريين متشابهين جينيا بشكل كبير أكثر من المتوقع، وأننا نحمل شفرة وراثية خاصة بنا كمصريين تختلف عن الشعوب الأخرى. ومن هنا تأتي المقارنة مع مشروعات الجينوم الأخرى سواء الأوروبية أو الإفريقية، فنجد أنه دوما يكون هناك تشابه يصل إلى 99.9%، وأن الاختلاف يكون على نحو يصل إلى 1%، وهذه نسبة ليست صغيرة كما يتوقع البعض، حيث إن الشفرة الوراثية يبلغ طولها 3000 مليون وحدة وراثية، والاختلاف الذي يتميز به المصريون حوالي 26000 وحدة وراثية وتحور جيني، مما يؤكد على تميز الجينوم المصري عن غيره ويعطي دليلا على أن هناك طفرات وتغيرات وراثية جينية يتميز بها المصريون دونا عن غيرهم. أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. دكتور محمد عبد الفتاح، بداية يعني تدينا نبذة عن مشروع الجينوم المصري، أهميته ومعناه ومغزاه وأهمية البدء فيه في هذه المرحلة تحديدا. أولا بداية دعني أوجه تحية تقدير وإعزاز للسيد رئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع على عاتقه وأخذ على عاتقه وأبى إلا أن تكون مصر في إطار الدول المتقدمة عالميا. هذا المشروع يعتبر من ضمن المشروعات القومية التي قررها السيد الرئيس من البداية، وهو الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي. نعم. فجعل من عام 2019 عام للتعليم، وجعل من عام 2020 هو امتداد لتطوير التعليم، فبدأه ببناء الجامعات التقنية والجامعات التكنولوجية والتوسع في التعليم بصفة عامة. ووضع للبحث العلمي مقدرات ومخصصات تساعد الباحثين على الارتقاء بمستواهم. وكان بكورة عام 2020
الجامعات التكنولوجية، ثم نرى أن الجينيوم العالمي الخاص الذي أطلق فيه السادس من أكتوبر عن طريق أكاديمية البحث العلمي هو نموذج رائع يحتذى به ويفخر به كل مصري أنه سوف يلتحق بركاب التقدم على مستوى العالم. هذا الجينيوم بيعتمد على دراسة وضع أولا تحديد نماذج أو إطار لدراسة الجينات المصرية، ثم دراسة الجينات القدماء المصريين بصفة عامة، ثم وضع دراسة أخرى للاستفادة بكيفية حل مشكلات الأمراض التي ترتبط عن طريق ارتباط الجينات ما بين المصريين بعضهم وبعض وبين المصريين وعلاقتهم بالقدماء المصريين. في الهوية المصرية أيضا يا دكتور، جنب قدماء المصريين والفراعنة العظماء عندنا دول البحر الأبيض المتوسط، عندنا البعد الأفريقي، عندنا البعد العربي، عندنا يعني خليط من هذه الجنسيات المختلفة تبدو واضحة في الجينوم المصري والجينات الوراثية المصرية. هناك ارتباط وثيق ما بين المواطنين المصريين في الجينوم المصري الذي يتم دراسته حاليا، ولكن هناك أيضا ترابط ما بين بعض الدول العربية وبين المواطنين المصريين في هذه الخطة العلمية الكبيرة اللي هو الجينوم. نجد أن هناك ارتباط ما بين الشعب المصري والشعب الكويتي ودول الخليج، هناك ارتباط ما بين بعض من أفراد الشعب المصري والدول الأوروبية، وأنا شايف أن الهوية المصرية سوف تتضح اتضاح كامل لنعلم من هو المصري الأصيل كما يقال، ومن هو المصري الذي ترتبط جيناته بدرجة كبيرة عن الموجودين في مصر أو الذي يرتبط بدول أخرى. وأنا شايف أن يعني هذا المشروع سوف يكون بكورة للتطور العلمي والبحث العلمي لعلاج أغلب الأمراض المستعصية التي ترتبط بالجين الوراثي اللي هو الدي إن إيه، الذي لا يمكن أن يكتشف بناء على الظواهر الخارجية، ولابد أن تدرس دواخله ومدى ارتباط هذه الجينات بعضها ببعض حتى يمكن أن يوضع له الدواء المناسب. احنا يمكن من كرم ربنا على المصريين لو لاحظت في كورونا دول متقدمة كتير جدا عن مصر اضطررت او اصابها الضرر بدرجه عاليه خالص عن اللي يصيب به مصر. ده يرجع لحاجتين، ان الجين المصري قد يكون في هذا الوقت او الجين المصري في هذا الوقت يقاوم هذا المرض اللعين. لذلك بندعي المصريين بالرغم ان يعني الاجراءات الاحترازيه اللي اتخذت كان بيتخذ اكثر منها في خارج مصر او في الدول الاخرى، ومع ذلك الاصابه المصريين قليله جدا، نشكر ربنا على كده طبعا. ودليل على قوه وزاره الصحه ودليل على وجود الجينيوم المصري الذي يستطيع مقاومه الامراض. وانا طبعا بقى البحث العلمي يا دكتور له دور كبير في هذه الدراسة بالنسبة للجينات أو الجينوم المصري، تقدر توضح لنا إزاي قاومنا فيروس كورونا وغيره من الفيروسات، ووضع يعني خريطة صحية شاملة للمواطن المصري والمواطنة المصرية؟ هو مما لا شك فيه أن البحث العلمي له دور هام وهام جدا، ليس في مجال الصحة فقط ولكن في مجالات أخرى، وحيث أننا الآن بصدد مناقشة الجينيوم أو مجال مناقشة الأمراض التي مرتبطة بالجينات، فنجد أن البحث العلمي سوف يكون له دور هام جدا، وهو كيفية بحث ارتباط الأمراض المختلفة بالجين بالعملية الجينية ومدى مقاومة الجين المصري لهذه الأمراض، وكيفية تقوية هذه الجينات لتكون مقاومة طبيعية وليس مقاومة علاجية أو مقاومة كيماوية. وفي هذه الحالة سيساعد الباحثين في اكتشاف ما هو الأفضل لوجود مقاومات بيولوجية أو مقاومات طبيعية تعالج الأمراض المستجدة مثل كورونا وغيرها من الأمراض، السرطان الله الأقدر والحاجات اللي زي دي. احنا عندنا أمراض وراثية يا دكتور معروفة زي السكر والضغط والحاجات دي، أعتقد برضو هذه الدراسة هامة جدا في توضيح هذه العوامل الصحية والوراثية المختلفة لكل عائلة ويعني لكل شعب تقريبا. احنا تقريبا في الفترات اللي فاتت كنا واقفين لغاية الأمراض المرتبطة بالجنس مثل الصلع ومثل غيره، المرتبطة بالوراثة مثل السكر والضغط، المرتبطة بالضغوط النفسية، ولكن بعد هذا للأبحاث في مجال الجينيوم المصري سوف يكون هناك خريطة جينية تساعد الباحثين والأطباء على إيجاد بدائل للأدوية وللعلاج قد لا تكون موجودة في الوقت الحالي، ولكن سوف تكتشف بعد ربطها بالجين أو بالجينات أو بالدي إن إيه الخاص بالمجتمع المصري ومدى علاقته
بالمجتمع الخارجي، وده هيؤدي ايضا الى دراسة ابحاث في مجال الدم، ازاي نقدر يعني ناخد دم من شخص الاخر، ليس فقط الاعتماد على فصيلة الدم، ولكن سيكون الاعتماد ايضا على الدي ان ايه وعلى الجينات وما يترتب عليه من مقاومة للأمراض، حتى نصل الى اشخاص مصريين اصحاء قادرين على مقاومة اي آفة او اي مرض ممكن يواجههم. احنا بنشوف في بعض الاحيان يا دكتور يعني عمليات نقل اعضاء بتنجح والبعض منها بيفشل، الجسم بيرفض حاجات وبيقبل حاجات برضو، ده حضرتك بتفسره لنا ازاي في اطار هذه يعني الدراسة للجينوم المصري؟ سنظل الى ان تقوم الساعة وما اوتيتم من العلم الا قليلا، صدق الله العظيم. حضرتك احنا كنا واقفين تقريبا لغايه ربط نقل الاعضاء بفصيله الدم، وربط نقل الاعضاء بالاشياء الوراثيه الظاهره، ولكن بعد هذا المخترع الجديد او الاختراع الجديد وهو الجينوم المصري، سوف يكون هناك نسبة نجاح لنقل الأعضاء أو لزرع الأعضاء تفوق اللي موجود في الوقت الحالي بكثير، لأنه سوف يرتبط بعملية الجينات وليس فقط بتحليل الدم، ولكن سيكون هناك ارتباطه بالجينات دافع قوي لإنجاح هذه العمليات وتطور كبير في مجال الطب. المشروع يا دكتور طبعا زي ما احنا عارفين على مدى 5 سنوات، بدأ من 2020 في 6 أكتوبر زي ما حضرتك أعلنت في وزارة البحث العلمي ل25، هل هذه فترة كافية؟ ماذا سيتم خلالها؟ هل سيكون هناك يعني مراجعات ومناقشات ويطلع عليها الجماهير، أم هي فقط للمتخصصين؟ حضرتك لو ناقشنا موضوع البحث العلمي هو أحد الأساليب لمعالجة مشكلة قائمة أو مشكلة متوقع حدوثها في المستقبل، أو لاكتشاف شيء لم يكن مكتشف من بعد. فحينئذ البحث العلمي لن يقف عند نقطة معينة، ما أقدرش أقول لك بعد 5 سنين سوف يقف البحث العلمي ويصل إلى منتهى في موضوع الجينيوم، ولكن هي دي بداية. خلال عملية إجراء الأبحاث وخلال الأبحاث في المعامل البحثية في مختلف أنواعها، سوف يكون هناك اكتشافات كثيرة تساعد في النهاية إلى تحقيق أفضل نتائج لمساعدة العنصر البشري بس على مستوى مصر أو العالم العربي، ولكن العلماء المصريين النهاردة لهم بصمة وبصمة قوية على مستوى العالم كله. أنا شايف أن دي بداية وليست نهاية، إن شاء الله مصر خلاص اتحطت على سلم التقدم واتحطت في دائرة الضوء ولن تتراجع بإذن الله تعالى. دكتور محمد عبد الفتاح، اسمع لنا، نتلقى اتصال هاتفي من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي. دكتور محمود أهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي وتحيات الدكتور محمد عبد الفتاح لحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتكم، مساء الخير أستاذ نادر. أهلا دكتور محمد. أهلا دكتور محمد. أهلا دكتور محمود، تحياتي لحضراتكم جميعا. أهلا وسهلا. يعني الموضوع اللي بنتحدثه فيه في غاية الأهمية، وهو يعني البدء في تنفيذ مشروع الجينوم البشري للمصريين. ويعني انا ما سمعتش الحوار من اوله، ولكن ضيفك الكريم دكتور محمد اكيد وضح اهميه هذا المشروع وتطبيقاته. وانه يعني اذا كنا فعلا عايزين نستفيد من التقدم الطبي المذهل والمتوقع في السنوات القليله القادمه من الطب الشخصي والطب الدقيق والعلاج الجيني وكل هذه الامور، فلابد الأول أن يكون عندنا قاعدة بيانات مرجعية للجينوم البشري المصريين. إذا كنا بنتكلم عن تطوير أدوية وأن هناك أدوية متخصصة وأن دواء واحد لا يصلح لجميع البشر، فلابد يكون عندنا قاعدة بيانات مرجعية للجينوم البشري للمصريين. إذا كنا عايزين ندرس الاختلافات بين البشر في الاستجابة للأمراض والاستجابة للأدوية والكشف المبكر عن الأمراض القاتلة، سواء كانت أمراض القلب أو الأورام أو حتى الأمراض الوراثية، وإحنا كلنا نعلم تكلفة فاتورة علاج هذه الأمراض قد إيه، يبقى لازم يكون عندنا هذا المشروع. طول عمرنا يا دكتور بنقول الوقاية خير من العلاج. ده صحيح، والكلام ده بقى علم بقى، يعني عارف حضرتك ازاي. فأدوات الطبيب في التشخيص في المستقبل، وأنا مش طبيب لكن احنا بنتكلم بالعلم في المستقبل القريب في المجال الطبي ماشي في أي اتجاه. الطبيب في الأول كانت أدوات التشخيص السماعة، وبعد الأجهزة البسيطة تطورت التحاليل فبقت فصائل الدم وصور الدم إلى آخره،
ثم مجموعة من المؤشرات الحيوية ثم الأشعة والتشخيص والتصوير إلى آخره. كل ده لن يمثل شيء في معرفة التركيب الوراثي للجينوم أو للدي إن إيه أو الحمض النووي الخاص بأي فرد. لأن أنت ممكن من خلال هذه المعلومات الوراثية القيمة تتعرف وتتنبأ بالأمراض اللي سيصاب بها الإنسان في المستقبل، وبالتالي تقدر تاخد الاحتياطات وتعالج أو تختار للوظيفة المناسبة إلى آخر الموضوع. يعني في غاية الأهمية وإحنا متأخرين جدا. كلنا نعلم أن أول ما عايز أسأل حضرتك يا دكتور الفرق ما بيننا وما بين هذه الدراسات في أوروبا في أفريقيا والفرق ما بين الجنوب المصري والأوروبا 20 سنة يعني لو نتذكر جميعا مشروع الجينوم اللي أطلقته أمريكا كان سنة 1990 ولو نتذكر أن في 2000 في يونيو 2000 الرئيس الأمريكي بيل كلينتون أعلن التوصل بنسبة كبيرة جدا إلى الانتهاء تكشف الجينوم البشري. فإحنا بنتكلم من 2000-2003 يعني كان تم بالفعل الانتهاء من فك شفرة الجينوم البشري. فإحنا تأخرنا حتى في بعض الدول العربية والأفريقية يعني سبقتنا في هذا المجال، ولكن يعني كما يقولون الحمد لله يعني أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي على الإطلاق. يعني لا زال هناك فرصة. الميزة بقى اللي هتخلينا ما ناخدش الوقت الكبير اللي أخدته دول أخرى ان حصل تقدم تكنولوجي مذهل. نبدا من حيث انتهى الاخرون يعني بالضبط بالضبط. فده هيسهل لنا كتير جدا جدا. والحمد لله ان البيئه مواتيه وان شاء الله يعني ان شاء الله. دكتور محمود سائل دكتور محمد عبد الفتاح له مداخله مع حضرتك، ولا شك ان هناك يعني ارتباط وتعاون كبير بين رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي ورئيس اكاديميه البحث العلمي. تفضل دكتور محمود. باسم كل الباحثين والعلماء انا بقدم لحضرتك خالص التحيه والشكر والتقدير، لان الخطوه اللي انت خطيتها في 16 دي كانت خطوه احنا محتاجينها قوي زي ما حضرتك قلت من اكتر من 30 سنه وليس 20 سنه فقط. امريكا فعلا بدات سنه 90، النهارده 2020 يعني في 30 سنه. المجهودات العظيمه اللي حضرتك بتعملها في اكاديميه البحث العلمي الجميع حاسس بيها وشاعر بيها، وإن شاء الله خلال الفترة القادمة سوف تحتل مصر مراكز متقدمة وقد تسبق من سبقونا من قبل في ظل الإصرار الكامل على النجاح وفي ظل توجيه القيادة السياسية بوضع مصر على خريطة التقدم العالمي. شكرا لحضرتك أستاذ الفاضل. يعني أتفق معك تماما. من حسن الحظ هو مش حصل بس تقدم علمي مذهل واللي كان يتعمل في سنوات في الماضي ممكن يتعمل في سنة حاليا، لكن كمان ظروف مواتية. الظروف مواتية أقصد بيها أن هناك دعم سياسي غير مسبوق للبحث العلمي وللعلماء، ويمكن كلنا بنشهد وبنلحظ لقاء السيد الرئيس أو لقاء السيد الرئيس المستمرة والمتكررة بالعلماء والباحثين سواء في مؤتمرات أو في عيد العلم كل عام. الدستور المصري وتخصيص مادة للحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي ونسبة لا تقل عن 1% من الدخل القومي للبحث العلمي، مجموعة هائلة من التشريعات اللي بتحفز البحث العلمي زي قانون حفظ العلوم والتكنولوجيا والابتكار. يعني في مجموعة من العوامل المشجعة والمحفزة والمواتية، وأنا يعني بقول إن ده يعني ظروف جيدة جدا للعلماء المصريين إن هم فعلا بيكونوا على قدر المسؤولية. وإحنا إذا اشتغلنا كويس وأثبتنا لصانع القرار وللمسؤولين وللساسة أن البحث العلمي له مردود، أن البحث العلمي مفيد في خدمة الإنسان وفي صحته وتوفير الغذاء والكساء والدواء، أعتقد حيكون هناك تمويل سخي في السنوات القادمة للبحث العلمي. دكتور محمود، يمكن هناك أكثر من 15 جهة بحثية وعلمية بتشارك في هذا المشروع الكبير، كلمنا حضرتك عن هذه الجهات ومدى التفاهم والتماهي فيما بينها. طيب خلينا نقول إن شاء الله طبعا ده مقترح المشروع اللي عدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. المشروع احنا كنا عملنا إعلان على ما أتذكر كان في يوليو، يعني يمكن من شهرين او ثلاث شهور كده بالتحديد. بنطلب فيه
كل المجموعات البحثية وكل المدارس العلمية المصرية وكل الفرق البحثية وكل الباحثين وكل الجامعات ومؤسسات البحث العلمي المصرية، سواء كانت مراكز ومعاهد بحثية أو حتى مؤسسات مجتمع مدني، أن تتقدم بمقترحات لدراسة الجينوم المرجعي للمصريين. وتلقينا يعني العديد من المقترحات تقريبا من كل الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية إلى آخره. وبعدين تمت عملية التقييم العلمي أو التقييم الفني، وحقيقة احنا استعنا بأساتذة مصريين في المهجر، لأن معظم الأساتذة المصريين متخصصين في الداخل كانوا مشاركين بصورة أو بأخرى في هذه المقترحات اللي قدمت لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. وبناء على نتائج التقييم الفني وبناء على رؤية الأكاديمية كمنسخ لهذا المشروع القومي وبناء على دراسة تجارب الدول الأخرى، لأن يعني زي ما قلت في دول كتير سبقتنا حتى دول عربية يعني والإمارات والسعودية ودول إفريقية زي جنوب إفريقيا بدأوا بالفعل منذ سنوات يعني في تنفيذ مشروع الجينوم. فبناء على كل المدخلات دي عرضنا على مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في 5 أكتوبر 2020 تصور الأكاديمية لتنفيذ مشروع الجينوم المصري، وهو التصور أن الكل فائز، كل واحد تقدم بمقترح طالما عنده الخبرات العلمية المثبتة وطالما عنده البنية التحتية الجاهزة والمدرسة العلمية المتميزة هو يصلح أن يكون جزء من الفريق. فليس يعني لم نتبع يعني منهجية الإقصاء، ولكن كل اللي عنده قدرة على العطاء وعنده إمكانيات بحثية، لأن احنا مش عايزين نبتدي من الصفر برضو، خلينا نكون واضحين وصادقين، ومش عايزين نستثمر كتير في إنشاءات وبنية تحتية، احنا عايزين نخش في التنفيذ على طول. فتم الأكاديمية اقترحت إن في 15 جهة مصرية ستشارك في تنفيذ المشروع في عامين الأول، ولكن الموضوع مفتوح لمشاركة جهات أخرى أو خروج جهات مشاركة. هيبقى في تقييم، هيبقى في متابعة، هيبقى في قياس لمؤشرات معينة. يعني طبعا الأكاديمية منسق وتم الاستقرار بناء على المقترحات المقدمة للأكاديمية ونتائج التقييم الفني بواسطة علماء مصريين في الخارج. إن يقود هذا التحالف الوطني مركز الطب التجديدي وأبحاث الخلايا الجذعية بوزارة الدفاع المصرية. دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، شكرا جزيلا لحضرتك. دكتور محمد عبد الفتاح، يمكن تحدث الدكتور محمود عن التعاون مصر وأوروبا، عايز أعرف من حضرتك التعاون المصري العربي بصفتك طبعا رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي، وإذا كان لك تعليق على ما تفضل به دكتور محمود. هو طبعا دكتور محمود ناقش بيقول إن الفرص مواتية لتطوير موضوع الجينوم المصري. أنا شايف طبعا بأكد على كلامه أن احنا عندنا قاعدة بيانات موجودة من أيام القدماء المصريين نقدر نستفاد بها. هذه القاعدة سبقنا في دراستها، وهي قاعدة بيانات مصرية لقدماء مصريين سبقنا في دراستها العديد من العالم الغربي والأوروبي، وبيجوا هنا يدرسوا الجينات المصرية والدي ان ايه المصري، هم قدروا يستفادوا بيه. احنا النهاردة جاهزين تماما في ظل التشجيع الموجود من أكاديمية البحث العلمي والقيادة السياسية ان احنا ندرس هذه الجينات ونربطها بالأمراض القائمة. وانا شايف قدام عيني دلوقتي في المستقبل ان هيكون هناك خريطة لكل مولود يولد جديد مرتبطة بالجين المصري، وتمتد معه من بداية الولادة حتى تقدمه في السن. سوف يدرس الأمراض التي يعاني منها منذ الولادة، سوف يدرس تكوناته الجسمانية من خلال ربط كل ده بالجين المصري، ويكون هناك له مايكروشيب موجودة زي شهادة الميلاد بتاعته، زي ما احنا فيه شهادة الميلاد أو الشهادة الصحية الموجودة، لا ده يرتبط بها الجين الوراثي بتاعه مدى تأثره في المستقبل اللي بيسموها ديزيز فوركاست، خريطة صحية متكاملة، خريطة صحية مستقبلية فوركاست متوقعة. نقول نقدر نقول خلال 5 سنوات القادمين ان شاء الله، يعني خلال 5 سنوات القادمين او اكثر منهم بشويه، يعني لان الحاجات دي بتاخد وقت عشان احنا عددنا كبير. عايزين نعمل قاعده بيانات سليمه ما نستعجلش فيها، تاخد كل الجوانب المتاحه حتى يكون هناك عنصر بشري مصري يفخر به ويكون له فرصه البقاء قويا وصحيحا. نعم. التعاون بقى من مصر والدول العربيه اذا كان موجود والدول الافريقيه اذا كان موجود، حضرتك شايفه ازاي نفعله؟ ازاي نستفيد منه؟ ازاي؟ لان يعني طبعا البحث العلمي وموضوع هام زي الجينوم لا يقتصر على جهة معينة، ولكن يحتاج يعني التعاون بين جهات مختلفة، وده بيثري التجارب.
أنا أعتقد أن في دراسة الجينوم المصري سوف نحتاج إلى دراسة التاريخ معه حتى نعلم أو نصل إلى معرفة كيف نزح بعض المصريين من شبه الجزيرة العربية ومن دول عربية أخرى، وكيف امتد الجينيوم المصري من مصر إلى بعض الدول العربية الأخرى، وما مدى ارتباط هذا الجينيوم بين هذه الدول. حدث تزاوج يا دكتور، حصل تحجين وحصل يعني نقل للصفات وغيره في دول سواء كانت أوروبية أثناء الاحتلال الإنجليزي أو الاحتلال قبل كده لمصر، أو أثناء تزاوج أو ارتباط ما بين مصريين وأوروبيين أو مصريين وعرب أو بين عرب وأوروبيين وهكذا. نعم. سوف يدرس كل ده على مستوى العالم. وده هيتم تصنيفه بقى دكتور في شرائح معينة طبقا للجينيوم المصري أو الجينيوم العالمي. احنا هنتكلم النهارده هنقول مثلا الجينيوم الكويتي، الأشخاص الكويتيين في منهم متزوجين من مصر، في منهم ارتباط جيني ما بين كويتا أو سعوديين أو إماراتيين أو أي جنسية أخرى، والليبيين والسودانيين وكل الناس دي هيبقى في ارتباط. احنا كل ما بنرجع لورا يعني شايف إن لابد أن يأخذ هذا الموضوع وقته حتى نستطيع أن نضع الحلول المناسبة التي تساعدنا مستقبلا في دراسة الطب دراسة جيدة، وفي إخراج أو الحصول على علاج للأمراض الموجودة والمتوقعة مبنية على التحليل الدم ومبنية على الجينات ومبنية على الجينيوم بصفة عامة. أنا عايز أرجع مع حضرتك بقى لاهتمام القيادة السياسية والرئيس السيسي بالبحث العلمي والعلماء والمتخصصين وإتاحة الفرصة والأموال اللازمة، لأنه يعني زي ما حضرتك عارف يا دكتور في الفترة الماضية كان هناك يعني عدم اهتمام بالبحث العلمي كما ينبغي، ونلتقيت بكثير من الباحثين وكانوا بيشتكوا أن عندهم أبحاث كثيرة ومتعددة بذلوا فيها الكثير من الوقت والجهد وغيره، ولكنها لا يؤخذ بها وتوضع في الأضراب. أعتقد الدستور بقى والفترة الجديدة اللي احنا فيها والقيادة السياسية يعني تهتم بالبحث العلمي وتدعمه بطريقة مناسبة وبطريقة قوية. مما لا شك فيه أن تقدم أي أمة ما هي إلا رؤية حكومة وإرادة شعب. نعم. في الفترة السابقة لعصر الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية الحكومة في البحث العلمي قد تكون مهملة تماما. مجرد وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قمة أو إلى سدة الحكم تلاقيته بيهتم جدا جدا بالحاجات التعليمية والبحثية في مجال التعليم والبحث العلمي. نعم. لأنه يعلم جيدا أن التعليم والبحث العلمي هما قاطرة التقدم لأي دولة. أي دولة ما فيهاش تعليم وما فيهاش بحث علمي مش هتعرف تتقدم إطلاقا. الاقتصاد يأتي من البحث العلمي والتعليم. التجارة تأتي من البحث العلمي والتعليم. الزراعة كذلك. النهاردة حضرتك تعظيم القيمة المضافة لأي منتج لو لم يكن يتبعه بحث علمي جيد لم يكن هناك له قيمة. احنا زمان كنا بنصدر الرو ماتيريال أو المادة الخام بتاعتنا بأقل الأسعار وتعاد إلينا ثانية بعد عمل أبحاث علمية عليها خارج جمهورية مصر العربية بآلاف. كل ذلك منع تماما دلوقتي. صدر قرار من السيد الرئيس بمنع تصدير أي منتج كمادة خام إطلاقا. نعم. لابد أن تتم عليه عملية من العمليات التي تجعله نصف نهائي أو منتج نهائي. نعم. ده طبعا دليل قاطع على نظرة مستقبلية. الكلام ده كان من 3 سنين تقريبا. أيوه. دليل قاطع على أن هناك نظرة مستقبلية للارتفاع من البحث العلمي. البيضاء اللي بيطلع منها السيليكون. بالظبط. النهاردة في مصانع سيليكون بتعمل في سيناء. كله عندنا بقى خلاص. في مصانع، كمية المصانع اللي اتفتحت أنا بأمانة يعني. نعم. مش بدون أي مجاملة كمية المصانع اللي اتعملت وكمية الزراعات التكنولوجية والصوب الزراعية والتكنولوجيا اللي اتعملت وجامعات التكنولوجيا اللي اتفتحت، كل ده دي دوافع ودلائل قاطعة على أن اللي موجود على سدة الحكم أو القائد لهذا لهذه الأمة يريد بها خير ويريد بها التقدم ويريد أن تكون في مراكز متقدمة على مستوى العالم. عايز أتكلم مع حضرتك على مصر والبعد الأفريقي، وهناك اهتمام كبير طبعا من أيضا القيادة السياسية والرئيس السيسي بهذا البعد وشقيقاتنا الأفريقيات، ولعله أيضا هناك بيننا وبين قارتنا الأمة الأفريقية أيضا تزاوج وهناك يعني علاقات وثيقة، ومما لا شك فيه أيضا تشكل جزءا هاما من الهوية المصرية. حضرتك قبل بداية عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. كدنا أن نفقد علاقتنا بأفريقيا تماما، وأفريقيا أصبحت تربة خصبة لمن يريد أن يدخلها إلا المصريين، بالرغم
من ارتباط مصر بدول افريقيا او بالقرن الافريقي ارتباط وثيق من قديم الزمن، سواء كان هذا الارتباط من دافع التقارب السكني او التقارب على مستوى الخريطة المكاني، او سواء كان من ناحية التقارب في التقاليد او العادات، او سواء كان التقارب من اللون والصفات، أو سواء كان التقارب الديني. ولكن بعد وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي عادت أفريقيا إلى بوتقة مصر، وأصبح السيد رئيس رئيس للاتحاد الأفريقي، وأصبح السيد رئيس يحترم ويقدر على مستوى دول أفريقيا كلها، وأعادت لمصر مكانتها الأفريقية بل والعالمية كلها. النهاردة حضرتك في ارتباط وثيق ما بين الجينيوم المصري والجينيوم الأفريقي بسبب الاشتراك في عوامل طبيعية واحدة، الاشتراك في مناخ واحد متقارب. احنا النهاردة حضرتك لو بصيت لدول أفريقيا مناخيا أو ظواهر طبيعية متقاربين جدا، درجات حرارة الحاجات دي كلها، ده بيؤدي أيضا إلى الارتباط في الجينيوم سواء كان المصري أو الأفريقي. وبعد الدراسات سيتضح كل ذلك، وستكون مصر رائدة في تقديم الحلول للمشاكل المرضية أو للمشاكل الوراثية المرتبطة بالجينيوم في الفترة القادمة. شفنا عندنا في علاج فيروس سي استضافنا مليون أفريقي وعالجناهم أحسن من هنا بالمجان، بالرغم أننا كنا لسه ما عملناش الخريطة بتاعت الجينيوم. بعد ما يطلع الجينيوم بقى ده هتلاقي مصر رائدة ولديها من الأدوية والعلاجات ملجأ وملاذ للجميع، ملجأ وملاذ لكل الدول العربية والدول الأفريقية. هذه بقى الخريطة الجينية يا دكتور ممكن من خلالها نصل لمحاذير معينة، محددات معينة في طريقة الغذاء، طريقة ممارسة الرياضة، عادات صحية، الابتعاد عن العادات السيئة. أعتقد ده برضو جزئية هامة نحب نعرف تفاصيلها من حضرتك. مما لا شك إن فيه أن الجينيوم ده بعد اكتمال أو بعد خطوات كبيرة فيه سيساعد على اتخاذ القرارات في حاجات كتيرة، من ضمنها أن الزواج مثلا، هتلاقي أن ممنوع فلان ده يتزوج فلانة لأن الجينيوم بتاعهم مختلف في كذا كذا، او سيؤدي الى امراض في المستقبل. لما نشوف نسب العائلات عندنا والاقارب بالظبط حضرتك، احنا نسب عنه في بعض الاحيان مشاكل بالنسبه للاطفال، نسب العائلات بينظر اليه دون دراسه الجينات، ممكن يكون نسب عائلات ومع ذلك مش مرتبطين جينيا في حاجات، او في جينات مرتبطه في بعض الاحوال، ومع ذلك هناك عائلات غير متقاربه عند حدوث الزواج بينهم بينتج عنه امراض في الاطفال او تشوهات في الاطفال. بعد دراسه الجينيوم سوف يكون هناك خريطه واضحه للدراسه تمنع او تقبل او ترفض وجود ارتباط ما بينهم. سوف يكون هناك ايضا دراسات للاغذيه. حضرتك النهارده بعض دكاتره التخسيس او الدكاتره المتخصصين في التغذيه بيختلف الكورس اللي بياخده شخص عن شخص اخر. ليه ده؟ بقول لك ده الجينات بتاعته مرتبطه بالبروتين، وبدا الدكاتره المصريين بالفعل حتى قبل التطبيق ده امراض السمنه دي امراض السمنه بتشكل مشكله للكثيرين. يعني في هيتدخل القرارات المرتبطه بالجيني والمصري في الفتره القادمه في تحويل او تغيير العديد من القرارات، سواء كان بالسمنه، بالغذاء، بالزواج، بال في حاجات. انا كان درست حاجه اسمها البيرسونال برنت او البصمه الشخصيه، دي بتتوقف برضو، دي كان عملها احد دكاتره زمايلنا غير الدي ان ايه، دي كانت حاجه اسمها بيرسونال برنت او البصمه الشخصيه. في حضرتك فينجر برنت اللي هي البصمه الاصبع، وفي الاي برنت، وفي الفيس برنت. كان حاجه جديده كان عاملها الدكتور علي في جامعه عين شمس خاصة ببصمة الشخصية للشخص نفسه تتعلق بالمكان والمكين، في واحد بيحب الضوضاء واحد ما بيحبش الضوضاء، فالتاني ده، وكان رابطها بحاجات كتير بما فيها المساكن، بما فيها اللبس، بما فيها يعني أكتر من حاجة. هي برضو إن شاء الله ده هتدخل طبعا أكيد في الجينيوم المصري، حتى نستطيع أن نجعل الرفاهية الشخصية لكل فرد مصري ليس رفاهية مادية فقط، ولكن رفاهية صحية. النهاردة لما أقول أن الإنسان ده عاش حياته صحيح بدون أمراض فهو بيتمتع برفاهية، لو أقول هذا الشخص بيستمتع بالغذاء اللي هو بيأكله استمتاع جيد فهي رفاهية في الغذاء. لو مهما كان طبيعة الغذاء ايه، يعني ممكن يكون بياكل غذاء مش ذو نعم من عند ربنا، بس احنا نحافظ عليها ونمشي صح. حضرتك ضربت مثال بجامعة عين شمس واخذت منها يعني اهتمامات كبيرة. هل بقى الفرصة متاحة لكل الجامعات تقدم ابحاث المراكز العلمية البحثية يؤخذ
آرائها، يبقى في مناقشات، يبقى في أوراق عمل أو غيره. هو أمانة الدكتور محمود صقر وأكاديمية البحث العلمي بتتيح الفرصة لكل الباحثين سواء كانوا من الجامعات أو من المراكز البحثية أو من المعاهد العليا أو من المدارس أو من مؤسسات المجتمع المدني. الفرصة مفتوحة لكل باحث والأيدي ممتدة لتقديم العون لأي من يستطيع أن يبحث ويقدم شيء كويس لصالح مصلحة البشرية سواء كان في مصر أو في خارج مصر. عايزين نرجع نتكلم يا دكتور عن جائحة العصر كوفيد 19 أو كورونا، وبرضو يعني الجينات المصرية ومقاومتنا ليها والبروتوكولات بتاعة وزارة الصحة اللي تبعناها واللي أشادت بها الحمد لله المنظمات الصحية العالمية وتعاوننا مع كثير من دول العالم وتجارب على يعني العلاج ببلازما الدم وغيره. أعتقد بها أيضا كمان لما يبقى عندنا هذا الجينوم المصري نستطيع أن ننطلق في مكافحة مثل هذه الجوائح التي قد تلم بنا في المستقبل لا قدر الله. هو أنا شايف أن موضوع كورونا ده أحد الفيروسات القاتلة التي غازت العالم، ولكن هناك ثلاث دوافع حمت مصر من أن يكون هناك تفاقم في هذه المشكلة. نعم. الموضوع الأول أو الدافع الأول وهو الإجراءات اللي اتخذتها وزارة الصحة سواء كان في وجود بروتوكولات علاجية أو في وجود إجراءات احترازية. نعم. الدافع الثاني هو توجيهات الوزارات المختلفة وتكاتف كل الحكومة المصرية في الحفاظ على العنصر البشري. أيوة. سواء كان في تعقيم الأماكن، سواء كان في التباعد الاجتماعي، سواء كان في الإعلام اللي كان بيدي جرعات متتالية في كيفية الحفاظ على العنصر البشري وتوجيهه إزاي يقدر يحافظ على نفسه، إزاي يقدر يغسل إيديه. الحاجات دي كلها كانت توجيهات من الحكومة. الحاجة الثالثة هو كرم ربنا سبحانه وتعالى أن الجنين المصري لديه قدرة على مقاومة أغلب الأمراض، والحمد لله كان من ضمنها مقاومة مرض كورونا. احنا يمكن من أفضل الدول عالميا. نعم. التي لم تضار بكورونا، ونتمنى أن هذه النعمة ربنا يحافظ عليها يعني. احنا دكتور بقى شايفين للأسف الشديد برضو على المستوى العالمي ما يعرف بالموجة الثانية، ويجب أن احنا برضو نظل على هذه الإجراءات الاحترازية. وعايز حضرتك برضو أتكلم السادة المشاهدين على هذه الإجراءات حتى يعني نحفظ أنفسنا، وإن شاء الله ربنا هو الحافظ يعني. فندم، هنا طبعا معروف أن الوقاية خير من العلاج. نعم. فيروس كورونا وزارة الصحة مشكورة وضحت لنا كيفية سبل انتقاله وكيف يتم الانتقال من شخص مريض أو مصاب إلى شخص آخر، وضحت لنا أيضا كيفية عمل الإجراءات الاحترازية سواء كان بغسيل الأيدي، سواء كان بالبعد عن التكتلات أو التكدسات، سواء كان بالتباعد الاجتماعي، سواء كان بأخذ الأدوية المناسبة، سواء كان بالعرض على الطبيب، وخصصت أرقام للاتصال بها حال حدوث أي شعور بأحد أعراض كورونا. فيجب على الشعب المصري أن يقوم بدوره ويحس ويشعر بالمسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقه، وهو الحفاظ على أمنه الصحي وأمن من حوله، لأن في بعض الأشخاص قد ينقلوا أمراض إلى أبائهم أو أجدادهم أو ذويهم من كبار السن أو المرضى دون أن يشعرون. هم مش هيتضرروا، ولكن سيسببوا ضرر للمخالط ليهم أو للمجاور ليهم. لذا أنا بوجه يعني رسالة، ورسالة هامة جدا للجميع. نعم. الوقاية خير من العلاج. يجب أن نتبع الإجراءات التي تؤدى إلينا أو التي تلقى علينا من القيادات السياسية المسؤولة سواء كانت وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، كل الوزارات المعنية بإعطاء النصح في هذا الموضوع، واتباع الإجراءات والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة والبعد عن التجمعات والبعد عن مخالطة المرضى الذين قد ينقلوا إلينا هذه الأمراض، وإن شاء الله ربنا يحفظ مصر. أمين يا رب. دكتور محمد، عايز أعرف برضو من حضرتك المشروع الجيني المصري اللي احنا بصدده، والحمد لله يعني أطلق في توقيت عبقري في 6 أكتوبر 2020 إضافة لاحتفالات أكتوبر عيد انتصارنا برضو. يعني عايز حضرتك تكلمنا عن هذا التوقيت وهذا المعنى وهذا المغزى، ومصر دائما منتصرة بأمر الله على كل الأعداء بما فيها الأمراض الخبيثة وغيرها. طبعا هو توقيت عبقري لاختيار هذا الميعاد في 6 أكتوبر، وهو إضافة لفرحة المصريين بانتصارات أكتوبر. نعم. نقول برضو احنا هنفرح كل سنة بالعيد القومي لإطلاق
الجينوم المصري. نعم. وهو فرحة إضافية في 6 أكتوبر للانتصار على الأمراض الموجودة والتي قد تستجد في المستقبل. نعم. سنفرح بإذن الله أن لدينا قيادة سياسية ووزارة بحث علمي أو وزارة التعليم وبحث علمي واخدين بالهم من المصريين وبقول لهم أن احنا معاكم، وإن شاء الله خلال الفترة القادمة دي ستكون مصر في مصاف الدول المتقدمة في المجال الطبي، كما أصبحت في مصاف الدول المتقدمة في المجال العسكري والتعليم. دكتور محمد عبد الفتاح، قبل ما اختتم هذا اللقاء مع حضرتك، كلمة أخيرة ونحن نتحدث عن هذا الإنجاز الطبي الكبير والجينوم المصري والدراسات والاهتمام بالبحث العلمي على مدى 5 سنوات القادمة واهتمام القيادة السياسية بهذا الاتجاه الهام. أنا بوجه نداء لكل المصريين وخاصة الشباب. نعم. أن يلتفوا حول القيادة السياسية ويروا الجزء المليء من الكوب ولا ينظروا إلى الجزء الفارغ. نعم. ويروا ما تم تقديمه من تقدم في مجالات مختلفة، سواء كان في مجال الطبي، في مجال التعليمي، في المجال الصحي، في مجال البناء والإسكان، في مجال المرافق، في مجال المواصلات، في مجال الطرق، وما ينظروش إلى القصور الموجود أو إلى ارتفاع أسعار المؤقت الذي سوف يقضى عليه في الفترة القادمة بعد تحسن. نعم. الدخول للأفراد وجميع الجميع يا دكتور يجب أن يعمل كل في مجاله وكل في تخصصه على تخطي هذه الصعاب والمسالب، لأن احنا كلنا يعني في مركب واحد يا فندم. من يضحي بوطنه حين يعيش فيه سوف يفقده ويبكي عليه دما. نعم. احنا في وطن له فضل على العالم كله، يجب ان احنا نحافظ عليه ونتحمل الصعاب ونشارك بكل ما اوتينا من قوه في انجاح هذا الوطن والارتقاء بمستواه في كل الاتجاهات، ونقف خلف القياده السياسيه ونثق ان وراءنا قياده سياسيه وحكومه لا تريد بنا الا الخير ولديها من الخبره ما تستطيع عمل ذلك. مصر في قبضه الرحمن ومن تجلى عليها هو حاميها. الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا في هذه الحلقة من حوار اليوم، والقادم أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا لحضراتكم. سلام عليكم.